أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الأهل. جمال دبوز يشيع ججمان والده بمدينة مراكش. تم صبيحة يوم الأحد تشييع ججمان والد الفنان الكوميدي جمال دبوز بمدينة مراكش بعد الصلاة عليه بمسجد الكتبية. وتقدم الجنازة الفنان الكوميدي جمال دبوز الذي كان مرفوقا بحارسين شخصيين خاصين له، إضافة إلى أفراد عائلة المتوفي وأقربائه. إن لله وإنا إليه راجعون.